السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة ثانية مع الأخ أو الشاب رمزي اللي عملنا معاه المرة الأخيرة مقابلة وتكلمنا في عدة مواضيع مختلفة، ولأهمية النقاط اللي تم طرحها في الفيديو السابق حبينا نرجعوا لبعض الجوانب معناتها من الفيديو القديمة باش نحاولوا نحطوا إصبع على نقاط مهمة. طبعاً احنا تكلمنا المرة الأخرى فيما يسمى المعتقد، وتكلمنا الاقتصاد، وتكلمنا في السياسة، وتكلمنا في ياسر حاجات أخرى. المرة هذه حبينا نتكلموا في الاقتصاد. طبعاً باش نتكلموا في الاقتصاد التونسي بصفة خاصة وارتباطه بالاقتصاد العالمي، وياسر توانسة وحتى رو التجربة التونسية هي تنطبق تقريباً على جميع الدول بين قوسين المتكلمة بالعربية وخاصة دول شمال إفريقيا، ونحاولوا نفهموا بعض الخفايا للاقتصاد والبلدان متاعنا فين ماشية اقتصادياً على حسب المنظومة العالمية. أهلا وسهلا رمزي. أهلا بيك عسلامة. المهم يعني مش لازم يعني تعرف روحك، على خاطر عرفت روحك في الفيديو السابق وأكيد معناتها المتابعين يعرفوك وعندهم فكرة عليك. طبعا أنت كما قلت لي في الخاص أن الاختصاص متاعك هو الاقتصاد، هذاك علاش حبيت تكلموا في الفيديو هذه حول الاقتصاد. تنجمش أول حاجة وتحنا نفكروا في الاقتصاد ونقولوا اقتصاد ونقولوا عملة؟ طبعا نعرف اللي احنا العملة يعني موجودة من عهد الرومان واليونان وفارس، والعملة الفارسية والعملة كذا وكذا وكذا وكذا. تنجمش ساعة تعطينا نبذة على تاريخ العملة في التاريخ؟ نبدأ شوية من التاريخ القديم. أول اكتشاف البشر العملة هي اختراع حديث. قبل العملة كان فما الكريدي، يعني القرض، الإقراض. ونجم نفهمه خاطر بالنسبة للحضارات القديمة كما الحضارة السومرية اللي هي أكثر من 5000 سنة، كيف حتى يلقاو الدفاتر بتاع الجيستيونير اللي هم المقتصدين موجودين فيه، كيفاش الناس تقترض من بيت مال الإمبراطور والملك وتقترض من بعضها. علاش؟ خاطر قبل كانت الصابة كي يجي القمح في الصيف ثم واحد آخر مش يجي الخضرة في الشتاء، واحد مش يجي الغلة في الربيع، فإني طريقة الاتراك اللي هي تغيير البضاعات كانت عن طريق الإقراض. فإنه يقرض مثلا 10 بطاطا في الشتاء ويأخذ من عنده 10 كيلو قمح في الصيف. فكانت أول اختراع قبل العملة هو اختراع الإقراض. بعد العملة، بعد اختراع الإقراض، فإنه اتطورت وأصبح اختراع العملة هو اختراع، وكبرت الإمبراطوريات. بعد ما كانت مدينة هي الدولة أصبحت إمبراطوريات، فإنه للجداية فكان الملك يعطي عمولات معدنية للأمراء الحرب بتاعه، وهما ويفرضوا على التجار أنهم يتعاملوا بها ويشتريوا بها الأكل والملبس والسلاح وإلى آخره. وهنا ظهرت العملة. فإني تركزت العملة في البداية على الذهب والفضة، فيما بعد تطورت الأحداث وأصبح حتى التجار في بعضهم يتعاملوا بها هذه العملة، وأصبحت الجباية التي يأخذها الحاكم من المحكوم ستكون عن طريق 10 قطع نقدية أو 20 قطع نقدية أو 5 قطع نقدية. هذا هو كيفش ظهرت العملة وأصبحت جنريزي. نجمش تقول لنا أنها في أي دولة ظهرت أول عملة؟ أول ما نجمش نعطي إكزاكتمون وقتاش ظهرت العملة، لكن العملة ظهرت في نفس الوقت في عند الفراعنة وعند الرومان في اوقات يعني ظهرت في برشا بلايص في العالم في نفس الوقت متجانسه، يعني ماهوش في ازمنه هي بيد بريسك متقاربه، يعني في بحر في حوض البحر الابيض المتوسط نجم نقول.
نعم ظهرت وقت فم وقت كبرت الدول، خاطر اول ما كانت الدول الاولى البابليه اللي هي كانت السومريه، كانت دول سيتي لا سيتي ناسيون، يعني المدينه الدوله. وفي الاغريق القديم كيف كانت المدينه الدوله، فما كانش عندهم مشكل كبير. ولكن لما اصبحت ممتده فاصبحوا توحيد العمله فيها راس الملك والا كتابه او دين، ويتكون ذهبيه او فضيه، وتكون هذيك هي العمله اللي مش يفرضوها ويأخذوا بها الشباية، فأصبحت لها قيمة فيما قبل لم تكن لها أي قيمة العملة. وقتاش انتهت العملة الذهبية والفضية؟ يعني طالت مدة طويلة، يعني طالت مدة طويلة وطالت وصارت فيها سرقات، خطر ولو يسرقوا في طريقة تركيبة الذهب الألياج، يعني طريقة خلط الذهب، فانه ما كانش الذهب خالص ويضعفوا فيه ويضعفوا في الميزان وكل، واللي معبر عنها في تونس في عهد البيات ضرب السكر، فانه ضربت السكر في هذيك كيفاش دخلنا الاستعمار التونس وقت ضربنا العمله نتاعنا. بالنسبه للعهد القديم يعني وقتاش قعدت العمله موجوده، العمله المعدنيه حتى لين ظهرت اول لي بانكي، اول بنوك، والبنك هي من كلمه بنك باللغه الدارجه التونسيه البنك، خاطر هي كلمه طليانيه سي البنك، البنك يعني انسان قاعد على مكتب، المكتب هو البنك، احنا نتخيل البنك هو كيما السرير عندنا في تونس، لكن البنك هو يشبه الحقيقة اما هو مكتب، مكتبه فيه قجر. وكانوا بما انه الربا اللي هو تقرض وتاخذ فائده على القرض هي ممنوعه في الدول المسيحيه حتى في أواخر القرن السابع عشر، فإنه كان اليهود الموجودون في مدينة البندقية بالأخص هم اللي عندهم البنكة، فكان كل يهودي عنده بلاصة في قاعد فيها، عنده كل بيرو المكتب فيه درج وفيه طرف ذهب وفيه فلوس كذا، ويأخو يقرض الناس ويأخو من عندهم الأموال بتاعها، وكي يدخلوا للسوق باش ما يسرقوا لهمش فلوسهم، فانهم يعطيوه الذهب نتاعهم العمله، وهو يعطيهم فيهم ورقه اللي هو عطاه 10 قطع نقديه او 20 قطعه نقديه، فهو يمشي بهيك الاوراق يشتري البضاعه اللي حب عليها، والتاجر اخر نهار يمشي لليهودي اللي هو عنده البنك نتاعه اللي يسميه بنكة، فانه ياخذ من عنده القطع النقديه مقابل الاوراق اللي هو سلمها للناس اللي جات باش تطبع. اذا معناتها حسب ما فهمت فكرة البنك، حسب ما فهمت من كلامك، يعني كانت يعني عملية تسهيل قام بها اليهود، أول من قام بها هم اليهود من أجل تسهيل المعاملة والتعامل. نعم، وكانوا زادة يعطيوا الأقراض زادة، أنت ما عندكش فلوس تحب تدخل للسوق باش تعمل تجارة، فإنك تكتب معاه أنك أنت مش وصل أمانة، وهو يمدك باوراق نقديه او توصيلات لكي تشتري بها او بقطع نقديه لتشتري بها، وان لم تقم بسداد دينك فانك هو سيستعبدك في الاخير، يستعبدك كبشر، فانه كان ياخذ حقه من عند الناس. يعني هذا وقتاش بدا في القرن الخامس عشر؟ الرابع عشر، الخامس عشر ذهبت بدات، وكان اسمهم بالفرنسيسم ليزورف اورفيفر، لورفيفر، لورفيفري، لورفيفري، لغفيري، تجب تدخل على الانترنت وتحل وتقرأها. فإنه بعد تطورت الأشياء وأصبحوا ثريين جدا هؤلاء اليهود، وأصبحت لهم مغازات، يعني مكتب وحراس، فإنه التجار الكبار أصبحوا يخافون من سرقة أموالهم، فإنه لما يربح أموال في مدينة معينة أو في مكان معين فانه لا يريد ان يسافر بها، لان هناك القراصنه في البحر وهناك من يستطيع ان يفتك له امواله، فانه كان يخبئها وياخذ فيها وصول امانات ويسافر الى بلدان العالم، وكان التجار يتبادلون بهذه الوصولات البضائع، وبهذا ظهرت اول عملات ورقيه لميزان مقابله لميزانها بالذهب. وتطورت الأشياء، وبمرور الوقت أصبح هؤلاء اليهود أغنى وأغنى وأقوى، وأصبحوا يقرضون أكثر بكثير مما يملكون حقيقة من الذهب،
وأصبح معظم التجار لا يريدون أخذ الذهب عندهم، بل كانوا يأخذون الوصولات ويتاجرون، وكانت طريقة سهلة لهم للتجارة. عوض أنهم فلا يخاف من سرقة الوصولات، وكان تسهل لهم تجارتهم. وبمرور الوقت أصبحت الانستيتيشن اللي هي لزور فيفري وليت عمل وليت عندها قوة وتحكم في الاقتصاد. كانت هناك نوعية صناعة الثروة من الهواء، فإنهم كانوا يصنعون عملة ليس له وجود، أي أن له مثلاً 100 كيلوغرام من الذهب، فهو يعطي وصول التأمين بما قيمته 10 أطنان من الذهب. وكانت لعبتهم هذه مربحة جداً، إلى أن في وقت من الأوقات هناك من دخل له الشك. فلحظة دخل الشك إلى بعض الناس، ذهب جميع التجار إلى هؤلاء الليزور فيفري وإلى البنكة، وطلبوا منهم أن يمدوهم بمقابل هذه الوصولات من الذهب. وحقيقة لم يكن هناك ذهب كافي، فأصبحت هذه العملة الورقية الأولى البدائية بدون قيمة، لأن الذهب الذي هو دعامتها غير موجود. فين هذا؟ في فرنسا وقع؟ هذا يوقع في فرنسا، وقع في إيطاليا، وقع في بريطانيا، وقع في أول الثورة الصناعية، في بداية الثورة الصناعية. وش عملوا؟ عملوا ولد كل ملك أصبح هو الذي يطبع الأموال ويعطي العملات الورقية. هذا ظهر بعد لا ريفوليسيون فرانسيس، بعد الثورة الفرنسية. ما عادش هذوما هما اللي مهتمين بهذه يعني بالضبط. ولا تبع الدولة بالضبط. وهكا ظهرت ليتالوندور. ليتالوندور هو مقابل الذهب بالنسبة للعملة. وقعدت هكاك كل دولة تطبع أو تخرج عملات مقابل ما تملكه من ذهب في بنكها المركزي إلى سنة 1914. هو بعد الحرب، بداية الحرب العالمية الأولى، فإن في بداية الحرب العالمية الأولى انهار هذا المفهوم، وأصبحت الدول التي دخلت في حروب تطبع أكثر بكثير مما تملك من الذهب بدون مراقبة، بما أنها في إطار حرب، فهي يجب أن تشتري البضاعة وتشتري الحديد وتشتري الصلب وتشتري جميع المواد الغذائية والكيميائية لكي تستطيع أن، لأن لها اقتصاد حربي، والاقتصاد الحربي هو مكلف كثيرا بالنسبة للدولة، فإنها عوض أن تقترض من دول أخرى لكي تقوم بحروب، فهي قامت بسرقة قيمة العملة. مش تحيل هذا يتسمى؟ هذا تحيل، ولكن هذا هو التحيل الذي نعيش فيه اليوم، واليوم نعيش في تحيل أكثر بكثير مما قاموا به في سنة 1914. باهي، بعد 1914 نوقع؟ يعني توب عن تلك حسب ما فهمت، يعني بش نلخص الفكرة، يعني 1919 بعد لا أصبح الدولة هي اللي مهتمة بحكاية قيمة العملة بالذهب، اللي على أساس الدولة ما تسرقش كما كانوا يسرقوا أول الأشخاص اللي اخترعوا فكرة البنك، ولات الدولة بيدها هي اللي تسرق لأن هناك حروب أو لأن هناك أي شيء آخر، وتطبع أكثر من قيمة الذهب اللي عندها باش تنجم توفر الحاجيات متاعها. ظهر في هيك الوقت الجنيه الاسترليني، كان هو العملة الرائجة حتى كش الحرب العالمية الأولى. كان الجنيه الاسترليني هو التبادلات التجارية العالمية عن طريق الجنيه الاسترليني. هذا فين ظهر؟ هذا في القرن العشرين، نحكي بداية منطقة في أوروبا كاملة، في أوروبا في العالم كل التجارة العالمية كانت تستعمل الجنيه الاسترليني. لم يكن هناك وجود للدولار في ذلك الوقت. في سنوات 1800 و 1900 لم يكن هناك وجود للدولار. وهذه العملة بتاع شكون؟ الجنيه الاسترليني هو عملة بريطانيا العظمى في ذلك الوقت، الإمبراطورية التي لا تغيب عن الشمس. وشنو ما كانت عملة فرنسا؟ كانت فرنك، الفرنك الفرنسي.
أما ما عندوش قيمة قدام الجنيه الاسترليني. لم يكن له أي قيمة، لأن فرنسا كانت جمهورية، وفي إطار الجمهورية فإن الرؤساء لما تكون هناك ضعف اقتصادي فكانوا يسرقون في العملة، فلم يكن هناك ثقة في الفرنك الفرنسي، ولكن كانت هناك ثقة في الجنيه الاسترليني. والذي هو معناته طبعا مقيم على حسب كمية الذهب. نعم، وهناك باحث كبير اسمه جون مينار كينيس، هو الذي يصف أن العملة التي لها ركيزة ذهبية هو نظام لا نستطيع الوثوق فيه، لأن الوثوق فيه هو عبارة عن الوثوق في السياسيين الذين يحكمون هذه البلدان، وهؤلاء السياسيين يستطيعون أن يحترموا القواعد كما يستطيعون أن لا يحترموا القواعد، ويطبعون أكثر بكثير مما يملكون من مقابل ذهب. إذا نواصلوا، شنو وقع بعد؟ لا أنت تعرف أن أنت تعرف أزمة الثلاثينات. أي هذيك شنو نحب نوصل لنا توا؟ أزمة الثلاثينات هي نتاج عن طبع ألمانيا القيصرية، ألمانيا القيصرية وبريطانيا العظمى وفرنسا ودول أوروبية وإمبراطورية النمسا المجرية، كلها طبعت أكثر بكثير مما تمتلكه من ذهب، وكانت هناك مفهوم الإيبر إنفلاسيون، التضخم المالي المجنون، وهو نتاج عن فقدان العملة لقيمتها الحقيقية وفقدان العملة لمقدرتها الشرائية. فإنه ظهرت الأزمة الثلاثينات اللي هي باش قدروا أنهم يتجاوزوها، قاموا بالحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية هي طريقة للقضاء على السيربلس، ما فات عن الحرب من الأوراق المدفوعة التي ليس لها قيمة حقيقية، قاموا بذلك ونهبوا ثروات الدول النامية لكي يستطيعون، فهم سرقوا الذهب من كل الدول، وسرقوا المواد الأولية من أفريقيا ومن شمال أفريقيا. مثلاً لما في تونس نقول أن فرنسا قد قامت ببناء الجسور وقامت بمد الطرقات ومد السكك، ولكن ما لا نعلمه أن في منذ سنة 1883، يعني ليست معاهدة الحماية الأولى، بل معاهدة باردو الثانية، المعاهدة الثانية بعد من 1883، فإن 85% من الناتج الوطني التونسي إلى سنة 1950 كان 85% من الناتج الوطني التونسي يعطى لسداد قروض لفرنسا، للدولة الفرنسية، وكانت فرنسا تقوم ببناء الجسور وتقوم ببناء مد الطرقات وتأخذ الفوسفات وتأخذ النفط التونسي والملح التونسي وكل الثروات والقمح والشعير وكل ما تتخيله من ثروات في تونس، وقامت بذلك كذلك في الجزائر وفي المغرب، وكل ذلك كان يدفعه التونسي من أمواله ليساهم في ثراء وفي دفع أجور ودفع رفاه الشعب الفرنسي. بالفعل عندما تمشي تتجول في شمال افريقيا وفما اللي مثلا دا يتبجع يقول لك فرنسا بناتنا وبناتنا، تمشي تشوف السكك الحديديه او الطرقات او الاشياء اللي تم بناها الكل هي مناطق لسرقه الثروات. تلقى مثلا الطريق والقنطره نتاع باجا من اجل سرق القمح، تلقى بتاع سكه الحديد اللي تمشي القفصه من اجل سرقه الفوسفات. يعني البلايس اللي فيهم سرقة بنات فيهم طرقات وبنات فيهم سكك حديد وعملت فيهم واحد، أما البلايس اللي ما عندها فيها حتى منفعة خلتهم كما هم. بالفعل أي بعد الحرب العالمية الأولى شنو وقع؟ بأنه صارت أزمة 1929 أو المسميات بأزمة الثلاثينات، فإنه في بعد الأزمة هذه ظهر أنه مقابل العملة من ذهب
لم يعد نظام مالي قادر على الحياة، ودخلت كل الدول في إطار انكماش اقتصادي كبير. فللذكر للحصر، فإن فرنسا قد قامت بمنع تغيير الفرنك الفرنسي للذهب سنة 1936. علاش؟ على خاطر هي طبعت أوراق أكثر من الذهب اللي عندها بكثير لمجابهة الأزمة. كذلك منعت كل الدول كبريطانيا، منعت تغيير الليفر استرليني، الجنيه الاسترليني للذهب. اليابان كذلك منعت الين من أنه يصبح مقابل الذهب، هذا سنة 1933. كذلك الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1934 أن أنقصت بقيمة 40% من قيمة الدولار مقابل الذهب، لأنها طبعت أكثر بكثير مما تملك، وبذلك صار الانهيار. ورغم كل هذه السرقات لمقدرة الشعوب، لأن هذه الدول قد سرقت مقدرة شعوبها، فإنها لم تستطع الخروج إلا بحرب عالمية ثانية. يعني الحرب العالمية الثانية كانت يعني مبرمجة. كل الحروب هي حروب مبرمجة. يعني السبب الحرب العالمية الثانية ليس معناتها صعود اليمين بتاع هتلر ألمانيا، وإنما السبب نتاعه يرجع في الأول اقتصادي. نجمش تقول لنا علاش قامت الحرب العالمية الثانية معناتها بشوية أكثر تفاصيل؟ نعم، بالنسبة لاقتسام الكعكة، فإنه الحرب العالمية الثانية قيامها هو معركة على الأسواق الخارجية. فإن هذه الدول لكي تستطيع مجابهة هذه الأزمة، فإن الدول الاستعمارية التي كانت لها مستعمرات شاسعة كفرنسا وبريطانيا قاومت هذه الأزمة بكثير من القوة، مقارنة بإيطاليا أو ألمانيا التي لم تكن لها المستعمرات الكافية لكي تستطيع تسويق منتجاتها الصناعية، فهي دخلت في أزمة ركود، وأصبح معظم الشعب الألماني في ذلك الوقت في حالة إفلاس، في حالة جوع، وفي حالة معطلين عن العمل. هذاك علاش هجموا الدول المستعمرة كما فرنسا وبريطانيا. نعم، وإن واليابان مثلا في نفس الوقت قامت بهجوم على منشوريا في الصين، قامت بالهجوم على المستعمرات الهولندية في الهند الهولندية التي مسميت الآن بماليزيا وأندونيسيا، واستعمرتها لكي تستطيع أن تجد أسواقا لها. كذلك فعلت الولايات المتحدة الأمريكية باستغلالها للنفوذ في شمال أمريكا وهي كندا، فأصبحت سوق كندا هي سوق لأمريكا، وأصبحت كذلك جنوب القارة الأمريكية بأكمله سوقا للولايات المتحدة، وألغوا كل الاتفاقيات القديمة مع إسبانيا ومع البرتغال. لأنها مستعمرات إسبانية هذيك البرتغالية. نعم، وأصبحت جزر الكاريبي أو مخازن السكر هي كذلك مستعمرات أمريكية اقتصادية، لم تكن مستعمرات بالمباشر، ولكنها كانت مستعمرات اقتصادية لكي تستطيع الولايات المتحدة مجابهة هذه المشاكل. مما لا ننسى أن ثروة الولايات المتحدة الأمريكية وقوتها وأوجها ظهروا بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك لأن أوروبا كانت منكسرة وكان لها طلب كثير على الإسمنت والحديد وكل ما هو المنتوجات الصناعية، لأن مصانعها قد دمرت في الحرب العالمية الأولى. وبذلك فإن الولايات المتحدة قامت بازدهار كبير، وقاموا بإقراض أعطاء الكثير من القروض. ثم لما قامت أوروبا بإعادة بناء اقتصادها ومصانعها، فإنها كسوق ضخم للولايات المتحدة لم يعد له وجود، وبذلك أصبحت الأزمة الأمريكية هي التي جرت الدول الأوروبية معها في الحضيض. النجم نقوله من بين الحرب العالمية الأولى والثانية ظهر ما يسمى بالاستعمار الاقتصادي. نعم، يعني فكرة جديدة، خاطر قبل كان استعمار عسكري، وفي الفترة هذه يعني نتيجة الأزمة اللي ظهرت في أوروبا، خاصة الدول الغير مستعمرة اللي ما عندهاش فين تسوق السلع متاعها،
ظهرت ما يسمى بالاستعمار الاقتصادي اللي كما قلت بعد أمريكا نحو جنوب أمريكا المستعمرات الإسبانية والبرتغالية أو نحو كندا، وألمانيا اللي هجمت على فرنسا وحبت تهجم على حتى أعلنت الحرب لبريطانيا. ألمانيا لقد هجمت على بولونيا في البداية ومنطقة بروسيا التي هي ترجع بالأصل إلى الإمبراطورية الألمانية، منطقة لبروس لأنها هي بروسيا، وبافاريا جنوب ألمانيا منطقة مينيخ منشن فهي بافاريا وهم كاثوليك، وشمال ألمانيا هم بروتستان وهي بروسيا. فإنها قد هجمت على مناطق التي تعود لها بالأصل والتي كانت في زمن شارلماني ألمانية، ثم في إطار حروب قد ظهرت دولة بولونيا كدولة هي دولة حديثة لم تكن له وجود كثير كبير عبر الأزمنة. فهجمت على أول ما هجمت على بولونيا، ثم هي قامت باتحاد مع النمسا لأنهم يتكلمون نفس اللغة الألمانية وهم من نفس العرق الآري، ثم بعد ذلك ذهبت لدول البلقان وفرنسا في نفس الوقت، لكن فرنسا هي التي هجمت ألمانيا ولم تكن ألمانيا التي بدأت بالهجوم على فرنسا. وعليش فرنسا هجمت ألمانيا؟ فرنسا هجمت ألمانيا لأنها تعلم أن ألمانيا هي دولة أقوى اقتصادياً وعسكرياً من فرنسا بكثير، وفرنسا كدولة هي دولة محتلة منذ بدايته محتلت، فهي تأخذ أكثر بكثير مما تستحق. يعني كأنك تقول أن هناك كلب يأكل قيمة ما يأكله أسد فقط. فتقسيم المستعمرات قبل الحرب العالمية الأولى كان تقسيم غير عادي. أوكي. خلينا رمزي إن نقعد في المجال الاقتصادي، خطر احنا تو شوية تفرعنا شوية نحو السياسة، رغم اللي كما قلت أو السياسة والحرب العالمية الثانية. شنو الحدث اللي وقع بعد الأزمة الاقتصادية اللي سببت الحرب العالمية الثانية؟ شنو وقع من بعد بالضبط؟ أعطينا فكرة تطور السوق العالمي بعد كما قلت لنا هناك ما يسمى بالاستعمار الاقتصادي اللي ظهر نعم تفضل. بعد الحرب العالمية الثانية فإنه هاري ديكستر وايت وجون ماينر كينس كانوا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ممثلين لهذه الدول الاثنين، كانوا قد قاموا بتنظيم مؤتمر بعد الحرب العالمية في سنة 1944، قاموا بمؤتمر كبير في الولايات المتحدة وقاموا باتفاقيات دولية. شاركت في هذه الملتقى أو هذا المؤتمر 44 دولة و730 ممثل لهذه الدول، وكانت هناك الاتحاد السوفيتي كمراقب له تيتر مراقب، وقاموا بصياغة البروتوكول واسموها بليزاكور دو بريتن وودز، وهي الاتفاقية التي منعت كل البنوك المركزية في العالم على أن تطبع أموال مقابل ما تملكه من ذهب. بل اتفاقية بريتن وودز أمضيت يوم 22 جويلية 1944، ومما لا ننسى أن الولايات المتحدة قامت بالبلان مارشال بعد الحرب العالمية الثانية، فإنه ضغطت على كل الدول الأوروبية لكي تقبل، واليابان وكوريا الجنوبية وجميع الدول التي كانت في حلف مع الولايات المتحدة لكي تقبل بأن تصبح بنوكها المركزية هي فروع للخزنة الأمريكية أو البنك المركزي الأمريكي. إلى الآن يعني هنا حسب ما نفهم أنها العملة ما عادش تطبع مقابل الذهب، تو احنا يقولون أن العملة تطبع مقابل الذهب، هذا ما مش صحيح. هذا من سنة 1944 ولت العملة تطبع مقابل ما تملكه أنت من عملة أمريكية، وما وكأنه العملة الأمريكية هي التي لها
قيمة مقابل نعم للذهب. وعلش قوم العملة الأمريكية على مقابلها للذهب، وهذه كانت الكاذبة الكبرى، فإنها الولايات المتحدة لكي تستطيع أن تزدهر وتسرق كل الكرة الأرضية قامت بهذه الاتفاقية التي لم يمضي عليها الاتحاد السوفيتي، ولكن جميع دول العالم منضية عليها حتى تونس. كل دولة تريد أن تأخذ استقلالها لا تستطيع أن تأخذ استقلالها إلا بعد أن تمضي. ولما نقول أن الحبيب بورقيب ذهب الولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر لكي يدعو لاستقلال تونس، فأنه قد أمضى على كل الاتفاقيات التي تطلبها الولايات المتحدة لكي يعطوا له كلمة ويقولوا نعم يجب أن تأخذ استقلالها تونس. إنه ذهب لكي يدفع قبل أن يأخذ. فهمتك. إذن حسب ما فهمت إنه وكل الدول العربية قامت بنفس الشيء، بما فيها جمال عبد الناصر الكذاب وغيره من القيادات التي تدعي العنترية وصدام حسين وغيره. الكل ما عملوا هكذا يعني في الحقيقة حسب ما فهمت من كلامك إن كل دولة تطبع فلوسها على حسب الدولار اللي عندها، والدولار اللي عندها مفترض أنه يكون يعتمد على الذهب اللي موجود في أمريكا اللي هو مش موجود يمكن أصلاً. نعم نعم. وشنو هي فكرة البيترو دولار؟ أعطيني فكرة على فكرة يقول لك بيترو دولار، شنو معناها بيترو دولار؟ جست نكمل عندي بعض عن طريق هذه الاتفاقية ظهر البنك الدولي وصندوق النقد العالمي. في البداية لم يظهر صندوق النقد، ظهر البنك الدولي الذي هو مكون نعم الذي هو مكون من بنوك عالمية للبناء والاستثمار والتنمية والتجمع العالمي للتنمية. وهوني كيف نقوله يعني كيف نقوله البنك الأوروبي للتنمية هو داخل في البنك الدولي. نقول البنك الأمريكي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والبنك العربي للتنمية. حتى البنك الإسلامي بالطبع. كل بنوك العالم داخلة في البنك الدولي بالطبع، وهناك بنوك خاصة. لما أقول البنوك الخاصة هي بنوك روتشيلد وغيره من البنوك الكبيرة. وهذه داخلة في البنك الدولي ولا؟ هذه داخلة في البنك الدولي وهي اللي تملكه، هي التي لها الحصة الكبرى منه. البنوك الخاصة لها حصة أكبر بكثير من البنوك الدولية الوطنية. هاي كمل. ثم صنع صندوق النقد الدولي. شنو هو صندوق؟ شنو الفرق ما بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؟ البنك الدولي هو يعطي قروض لما يسمى بالتنمية، قروض تنمية. فإنك لما تريد أن تقوم ببناء مشاريع صناعية أو فإنك تقترض من البنك الدولي. بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو يعطيك سيولة نقدية نقود، وهنا الكذبة الكبرى لأنه لا يعطي نقودا أبدا. فإنك لما تذهب لتأخذ قرض من صندوق النقد الدولي هو لا يعطيك أموال بل يعطيك ورقة، وبتلك الورقة أنت تستطيع أن تطبع العملة في بلادك، يعطيك ترخيص لكي تطبع 1,000,000 دينار. وعلى أي أساس يعطيك الترخيص هذا؟ هكذا من بدون أي أساس، وهو لا يعطيك أموال بتاتا، فقط هو يعطيك لكي تطبع، يعطيك حق الطباعة في بلدك. وإن الرئيس السابق زين عبدين بن علي كان يطبع في بعض الأحيان بدون أن يأخذ منهم تراخيص، فإنه يقترض القليل ويعرف أنهم سارقون، فهو يريد أن يسرق السراق، فكان يطبع في بعض الأحيان ثم يجمع بالجباية الأموال ويحرقها ويعدمها، وبذلك يحرك الاقتصاد التونسي. كيفاش؟ نعم يستطيع بما أن له البنك التونسي المركزي، وهو يقول له اطبع 50 مليار ويطبع 50 مليار
ويقول يعطيها للبنوك، البنوك التونسية، فالبنوك تقرض الناس والناس تقوم بمشاريع، ثم هذه المشاريع سيقوم هناك الجباية التي تأخذ الأموال منهم، فهي تأخذ الثلث من المرابيح وتأخذ 18% على كل منتوج يباع. فإن هذه 50 مليار التي صنعها هو في آخر السنة سوف يأخذها ويعظمها، وفي السنة الموالية سيطبع 100، ولم يكن يقترض من الخارج كثيرا، وهذه من الأسباب التي أطاحت به. يعني كان يتصرف وحده. نعم. وهذا باهي للاقتصاد بتونس ولا مش باهي؟ هو جميل للاقتصاد التونسي، لأنه في النهاية هم سارقون ويسرقون كل العالم، يسرقون كل الدول. فمما هذه الثورات التي حصلت في الدول العالم العربي هي ليست إلا طريقة للتحكم أكثر في قبضة حديدية على كل موارد هذه الشعوب، ولكي تقرض أكثر بكثير. فنلاحظ أن مستوى الإقراض في تونس منذ الثورة إلى اليوم هو مرتان أكثر مما قامت به أخذته كقروض تونس منذ الاستقلال. مرتين أكثر من الاستقلال إلى سقوط بن علي. إلى سقوط بن علي، نعم. وهما توا تونس توا تاخذ قروض، أنت قلت لي البنك الدولي يعطي نقود، صحيح ولا لا؟ صندوق النقد يعطي نقود، ليست نقود، يعطيك ترخيص لكي تطبع أموالا في بلادك. صندوق النقد الدولي يعطيك ترخيص، بينما البنك الدولي يعطيك استثمار أموال لكي تستثمره. يعطيك فلوس هذا. البنك الدولي يعطيك فلوس. نفس الشيء، ولكن تلك أموال تستطيع أن تتصرف فيها كما يحلو لك، والبنك الدولي الأموال يجب أن تتصرف فيها بها في مجالات هو يحددها. البنك الدولي عندما يعطيك مثلا الزوز هو ما يعطيوش فلوس. لا أحد يعطي أموال. ما يعطيوش أموال، ما يعطيوش دولار، ما يعطيوش شيء. لا يعطيك أي شيء غير يقول لك هيا أطبع أطبع. بالضبط. أنا راضين عليك، أسرق معنا يعني. لا تسرق معنا، نحن نسرق وأنت تساعدنا على السرقة. يعني كيما أي فهمتك. يعني أنت ساعدنا في السرقة وكهو. نعم. به سألتك سؤال حول البترودولار. البترودولار مصطلح هذا وقتش ظهر وكيفاش ظهر؟ بعد أزمة السبعينات في فترة السبعينات، فإنه كانت هناك أزمة لما طلبت فرنسا بإعطائها مقابل ذهب بقيمة بعض المليارات من الدولارات، وكان الخزنة الأمريكية ليس بها ذهب ليغطي تلك القيمة التي طلبتها فرنسا، كان ذلك في إطار حرب فيتنام. فإن في إطار حرب فيتنام الولايات المتحدة الأمريكية طبعت أكثر بآلاف المرات مما تملكه من ذهب كدولار، وكانت فرنسا في ذلك الوقت، لأن لما نتحدث عن فرنسا يجب ألا ننسى مايو عام سنة 1968، ذلك حدث هام في فرنسا. فإن تلك الثورة التي قامت في فرنسا هي لم تكن ثورة شبابية، بل كانت ثورة جنسية. ليست لا ثورة جنسية ولا ثورة ولا أي شيء، هي كانت ثورة مخابرات أمريكية لتدمير النظام الفرنسي، وكل الفرنسيين المثقفون يعرفون ذلك، لأن فرنسا قامت بتدمير ما تبقى من بريق الدولار الأمريكي لما طلبت بإعطائها مقابل الذهب للمليارات من الدولارات التي تملكها فرنسا. فبعد ذلك خرج رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقال مقولته الشهيرة: الدولار هو قوة، وقوة الدولار ليست الذهب بل هي قوة جيشنا واقتصادنا الكبير الذي يكون أكبر اقتصاد في العالم. فهنا يعني أنه قال: لو تريدون أن تطلبوا أموالكم الحقيقية فإننا سوف ندمركم بجيشنا الكبير،
وسندمركم اقتصاديا باقتصادنا الكبير. ماذا وقع؟ في ذلك الوقت لم يصبح هناك وجود لأي علاقة ما بين الدولار المطبوع والذهب. وأصبح بماذا؟ أصبح بأي شيء، بالهواء. بالهواء، بقوة أمريكا الاقتصادية وقوة أمريكا العسكرية. نعم. إذن علاش مصطلح بترودولار؟ مصلحة البترودولار ظهر لما انهار الدولار الأمريكي، فإن الولايات المتحدة قررت أن تفرض على العالم أن يشتري المحروقات بالدولار، وذلك لكي تستطيع هي أن تطبع الدولار وفي نفس الوقت يحرق الدولار. فإنك لما ترمي بالبنزين في سيارتك فإنك قد صببت $100 بنزين، وبعد 500 كيلومتر لم يصبح هناك بنزين، فقد تبخر وقد قمنا باستهلاكه، والأموال الدولار التي مقابل ذلك $100 قد تبخرت في نفس الوقت. فبذلك استطاع الدولار أن يكسب وجود ويكون موجود إلى يوم الناس هذا. إذن هذاك علاش نفهموا بعض الدول تقول لك تحب تبدل، مثلا نسمعوا بعض الدول تقول لك ما عادش نحب نشري بالدولار. تلك هي نفس، هي ليست بعض الدول كالصين أو روسيا أو دول البريكس، فهي في دول شنو هو البريكس؟ البريكس كونوا مادم دول البريكس، هي برازيليا، تشاينا، الصين، انديا، روسيا، وساوث افريكا. شبيهم هذو، ما يشريوش بالدولار، هما عملوا بنك استثماري كيما بنك الدولي، بنك استثماري، بنك تنميه لهم، قيمه راس ماله $180 مليار. والمعاملات البينيه بين هذه الدول تقوم عن طريق العمله الوطنيه، يعني الهند تبيع بالروبي لروسيا، وروسيا تشتري بالروبي من الهند، وكذلك تستعمل الروبل الروسي، والصين تستعمل اليوان الصيني مع روسيا ومع جنوب افريقيا ومع البرازيل، والعمله البرازيليه هي نفسها تستعملها في الصين. فهذا هو وهذا يضاعف امريكا. هذا ليس لا يضاعف امريكا، هذا لما ضعفت امريكا استطاعوا ان يقوموا به. اوكي، هذا لا يضعف أمريكا، بل هي ضعفت أمريكا، فهم قاموا، استطاع الأقزام أن يحاربوا الجبار لما الجبار أصبح قصر. هذا في أي سنة؟ هذا منذ سنة 2010، أي بداية الثورة العربية. يعني توا هل أمريكا الدولار الأمريكي توا طايح يتسمع؟ لا، الدولار الأمريكي توا مازال ما طاح، سما مشيتيه. الدولار الأمريكي لن يفوت سنة 2030 قبل أن يندفع وتصير وتكون هناك الأزمة الاقتصادية الكبرى العالمية التي ستكون بمثابة حرب عالمية ثالثة. يعني الآن أنت تشوف معناتها العالم عايش أزمة كبيرة بسبب هذا التلاعب في العملات. نعم بالطبع، ولكن بما أن هناك دول غبية ودول يستطيعون أن يلعبوا يعبثون بها كما يريدون، فإن الدولار يستطيع أن يعيش، ما زال أمامه أيام الازدهار. فإن الثورات هي، ما هي الثورات؟ هي تدمير سوريا لإعادة بنائها، فإن كل الذي تدمر سوف يعيد بناءه بماذا؟ بدولار أمريكي، فإن تلك الأموال هي أموال لتدعم الاقتصاد الأمريكي. وكل قنبلة تدمرها الولايات المتحدة، مثلا قنبلة تسوى $50 مليون، فلما تفجرها فقد فجرت ما يقابل $50 مليون عملة ورقية. وبذلك يبقى دائما الدولار له قيمة. فالحروب هي نتاج أساسي لضمان هذا التوازن الاقتصادي العالمي.